وانا دخلت ماشين الكوميك كون دوزيام اديسيون كوميك كون تونيزيا و وتشوفوا بعض شغل فرحان خالد ولا اكسيتي ولا فرحان اكسيتي مع سحر اي سارة مع حسين انجل انجل دونك شنو هو لي زابريسيون اون جينيرال الوغ برشا عباد اون فيت يدوروا عجبهم دولي سنة اون فيت عجبهم اكثر من عام ناول ميم سي لورغانيزاسيون ماهيش طيارة برشا فما برشا دي كوسبلاير فما دي كوستيم يفتقوا سنة شفتهم راهم يدوروا شنو اخر برشا دي كوميك انا فرحت السنة خاطر بصراحة ما كنتش نتصور الكتاب باش يجيبوا دي كوميك احنا ما كانش عندنا في تونس يعني ا موان كو تو كوموند بالاترانجي دونك سا في بليزير ان شاء الله يكملوا هكايا شنو اخر جينا ديسيناتور وسيناريست من مارفل هو تونس فرانشمون سامباتيك على الاخر ياسر اكسيسيبل العباد اللي يحبوا يحكيوا معاه يمشيوا لل الستاند بتاع الامباساد امريكان يلي تري فرانشمون تري جنتي يحكي مع العباد الكل ويبس عباله ويقعد واحد فرانشمون اللي يحب يمشي فازي معناتها اليزي انا ننصحكم تمشيو تحكيو معاه فما برشا حاجات خويا جدد هنا السنه في الكوميك كون وقتها بعملوا سهل اورجانيزاسيون اقل شويه من عملوا مي اكثر دي ستاند فما بلوس دو دانفورماسيون فما بلوس دو جو السنه اول مره نلقى كوميكس اكثر من المانجا في كوميك كون جد كوميك كون كوميك كون وفما دي ستاند حتى بتاع هاند ميد دي كريسيون تونسيه 100% هاند ميد فهمتني شفت عليهم فما لي زيكسبوزون السنه كيما قلت على باتريك لافيد ماك الكرياتور تاع مارفل ويجيو بحضنا يجيو يعملوا جو يجيو راهو كوميك كون دافون ياسر قاد منها وعندنا تشينيس بور كلوب في كوميك كون تشينيس بور كلوب تبع ان شاء الله نلقاكم عليه والله يا عنا طبعا لي بي سي ام اس سي جدد لي بي سي بورتابل جيمنج عنا لي اكسسوار زاد تاع ام اس سي فما لي نوفوتي في لي جو برشا حاجات جدد شري شوية سامر بالنسبة للكوميك كون اللي كاين بالنسبة هي توا اوفر سامر بالنسبة للكوميك كون معناتها سوا بور 3 جور هذوما سبيسيال الفري ماهوش كيما الفري ماهوش في المغازان ولا الوحش اللي ورايا اللي مش يعرف بالنسبه لي انا توا ديجا البرسوناج اللي خدمت فيهم كل الكوميكس اما اللي ظهروا لي صعاب جماعه الجو فيديو
اي كوسبلاي في ديزر معناتها اجمور وحاجه معناتها كبيره هذوكم يظهروا لي ديفيكولتي فيهم كبيره بالنسبه لي انا خاطر ما نعرفش نخدم بالجرافيك فون والحاجات هذوكم انا كيف نخدم حاجه كيكه ديما معناتها كل واحد من اصحابي يعاوني خاطر اما سينو انا معناتها بالنسبه لي انا كيما الطفله اللي عندها ديك اجمور تظن حاجه صعيبه برشا وانا شايف شنو نعملها اما تو سكي قماش وكل شيء مدخيز معناتها عندي كاستيون هذا برشا عرفت شو يخدر الكودي بتاعنا اللي هو جوب واليغورت فيها كات بارفان عندنا بون كيبي سيريال فرواز وفريز بس خبر عادي